ورجعنا لكم بعد الفاصل في برنامجكم فضفضه. قبل ما ابدا في موضوع حلقتنا النهارده حابه اقدم خالص التعازي لاهالي الشرقيه المتوفيين بسبب فيروس كورونا المستجد. وبلاش يا جماعه بسبب اخطاء بسيطه ننكر مجهودات الدوله. بحب اشكر طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتوره هاله زاهد وجميع فريق الاطباء على مجهوداتهم. بلاش يا جماعه نفس الناس يبقى سلعه. يعني ايه انابيب اكسجين بتتباع في السوق سودا؟ للدرجات دي انفاسنا رخيصة؟ بلاش نستغل الازمات غلط. وطبعا ان شاء الله الازمة دي تعدي على خير من غير ما نفقد اي حد عزيز علينا. هنحب ندخل النهاردة في موضوعنا. فضفضة النهاردة فضفضة من نوع خاص. فضفضة وجعت قلوب ناس كتير. فضفضة مات فيها الانسانية. زوج قتل مراته. لا ومش بس كده. ده وقف على جثتها ولع سيجارة. هنا نقدر نقول انعدمت الإنسانية وانعدم الضمير. يعني ايه تيتم أولادك؟ يعني ايه تضيع حياة بني آدم؟ يعني ايه تضيع مستقبلك وتتسجن؟ انت استفدت ايه؟ كل ده بسبب ان هي رفع قضية خلع. طب ما هي مش قادرة تعيش معاك فلجأت للمحكمة، لجأت للدولة تجيب لها حقها وتخلعها منك. فانت ازاي يجي لك الحق ان انت تفكر ان انت تقتلها او تأذيها؟ حابين طبعا نعرف وجهة نظركم في موضوع حلقتنا النهاردة. الاول ازيك يا محمد؟ طبعا ازيك يا تسنيم؟ ازيك يا ندى؟ صباح الخير عليك. صباح النور. لأي سبب من الاسباب ده تصرف طبعا مستحيل غلط. ازاي عشان اي مشكلة او اي حاجة او اي سبب ان انا اقتلها في الشارع واقف امثل على جثتها واشرب سجارة؟ انا مش هاممني حد. ازاي يعني مهما كان القضيه او ان هي رفعت عليك قضيه خلع او ان انتوا مش قادرين تكملوا حياه مع بعض؟ مش قادرين تكملوا حياه يعني تقريبا نقول 19 سنه جواز مثلا. هو الزوج عنده حوالي 63 سنه. 63 سنه وكان مدرس في احدى الدول العربيه. تمام. والظروف فيروس كورونا وكده رجع مصر واشتغل سواق. سواق. فهنقول ان ممكن يكون ده سبب. ممكن يكون ده سبب مادي ده اكيد، بس برضو ما يوصلكش ان انت تقتلها. ما يوصلنيش. لا هي ما قدرتش تستحمل مثلا العيش فلجأت للقانون زي ما قلت ان هو يخلعها منه. ده سبب يخليك تقتلها؟ ما فيش سبب مقنع خالص. وده غلط ايا كانت الاسباب. ما توصلش للقتل، ده غلط. يعني ما توصلش لحاجه اسمها قتل. هو عنده بنتين كمان، ما توصلش لحاجه اسمها قتل. هو يتم اولاده اب وام، اب مسجون وام الله يرحمها طبعا. وما توصلش في اسب. يعني في مثلا حلول كتير جدا يلجأ لها غير القتل. فكره كمان ان هو راجل متعلم، مش هنقول حد جاهل لجأ لأي حل سهل أو حد بيتعاطى أي حاجة أو حد مش في كامل قواه العقلية. و63 سنة. هو حد عاقل. هو حد معلم. بالظبط كده. بيربي أجيال. هو معلم يعني قدوة. يعني أنت واحد مدرس أيا كان الظروف اللي حصلت لك وخلتك تبقى سواق، ده برضو ما يعيبش في أي حاجة خالص. خالص. ده لو شغال عامل نظافة إيه المشكلة؟ كل الناس بتتحط في ظروف سيئة. ايه المشكلة في كده؟ ما بصيتش لولادك ليه؟ بنات. هو اوريدي اتيتموا. ان انت هتتعدم اكيد. حياتك الباقية ضاعت خلاص. انت 63 سنة. وهي اكيد يعني على الاقل حاجة و50 سنة يعني. وايا كانت الضغوطات اللي عليك ما يوصلكش ان انت تعمل كده. فين الرحمة؟ فين الإنسانية؟ فين الضمير؟ فين ربنا؟ أنا مش عارفة بصراحة. كان يعني أنت كان تفكيرك فين؟ لا تفكير إيه ده؟ وقف شرب سجارة ومستني الناس لما بلغت إن هو مستني. هو لا هو واعي بكل ده ومستني. يعني الشرطة تيجي أساساً. هو بصي الشهود قالوا إن هو من الساعة 6:30 خرج، وصل عند المدرسة 7:15، خرج لها من ورا العربية تقريبا، جريت جري وراها جري وراها عدة طعنات بسلاح أبيض.
لا هو حد واعي لدرجه ان هو حد لابس كمامه، يعني انت خايف من المرض لا ده يعني مش هقول عليه مريض نفسي. لا لا طبعا لا مستحيل. ومن الرحمه ان هو جه وغطاها، لا هو خايف عليها جداً. من البرد ده رحيم جدا. ده تحبي تقدمي نصيحه ايه لكل زوج وزوجه مش قادرين يكملوا مع بعض حياه؟ يبقى في توعيه وفي تفاهم، يعني في اساليب كتير قوي غير ان انت تعمله ده، حاجات كتير جدا. ان انت ايه اللي وصلك انك تقتل؟ قابلتنا حاجات كتير قوي، ومهما كانت الظروف ومهما كانت الحاجات دي كلها ما توصلكش انك تقتل. في اولاد وفي بيت، ما ده غلط. هو غلط في الاول في اختيار شريك الحياه. تقريبا ثلاث ارباعنا بقى بيتفاجئ بعد الجواز. يعني هو احنا لو بنفكر كويس وبندرس الناس اللي احنا هنرتبط بيها، وانا هقدر ان الشخص ده هيكون معايا في بيت واحد، اكيد مش هناخد قرارات. هو وارد جدا مشاكل اسريه بين اتنين بيحبوا بعض، بين اتنين واخدين بعض عن حب او متجوزين بعض عن حب، بس مش توصل لكده. بيرجع بقى مش توصل للقتل ايا كان السبب. ربنا تعالى قال ان ابغض الحلال عند الله طلاق. وبيرجع حلال بس مبغوض. بدل ما نضيع ارواح، بدل ما نقتل في بعض، بدل ما نضيع حياتنا، في اجيال جايه تتعلم، بدل ما نيتم اطفال مالهاش ذنب في اي حاجه. يعني ايه اطفال تصحى من النوم تلاقي باباها اتسجن ومامتهم الله يرحمها طبعا، وربنا يصبر اهلها ويصبر اولادها. ليه يعني مش لاقي كلام اقوله غير بجد، يعني هو يستحق الشنق. اه طبعا، يعني دي اقل حاجه. طبعا قتل روح ويتم اطفال وضيع حياته وحاجات كتير، ده عقابه دنيا واخره. تحب طب يا محمد بقى توجه رساله للناس بايه؟ احب اوجه رساله للناس، يعني خلي فيه وعي. لو انت شايف نفسك ان انت مش قادر تكمل، او اخرج بالمعروف، قربوا من ربنا يا جماعه شويه. بجد لو قربنا من ربنا شويه هنلاقي حلول كتير جدا، غير اي حاجه احنا بنستسهل. يعني فعلا بقى نستسهل، رفعت قضيه خلع، فانا ازاي كرامتي كراجل ازاي اتخلع؟ فاخد روحها. يعني انتوا بتاخدوا الموضوع ده بحساسيه قوي صح؟ موضوع الخلع ده والله انا يعني بيبقى لو في تفاهم من الاول مش هتوصل لكده. بيرجع كمان للاختيار يا محمد. اكيد ما هو الاختيار ده بيجي منين؟ ما في تفاهم. ما هو ده بيرجع كمان للاختيارات. هما ليه في خطوبه وفي فتره خطوبه؟ وايا كانت الاسباب. لا تقريبا احنا ما بنعرفش بعض غير بعد الجواز، وبعد ما بيجي اطفال كمان. لا ده كده غلط، ده جواز الصالونات. لا 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 والله مش صالونات بس، ويعني حالات كتير جدا اعرفها شخصيا وعن حب، وحاليا محاكم وقواضي وحاجات كتير. دي ممكن نقول بترجع لضغوطات نفسيه في الحياه. الحياه يعني صعبه. الحياه صعبه بس المفروض ان احنا بنستحمل بعض. ما هي الحياه صعبه بس مش لدرجه ان احنا نقتل بعض. لا طبعا. وكمان يا ندى حتى لو مشاكل ماديه او في مشاكل، احيانا بنلجأ للحلول دي. حتى لو في مشاكل ماديه او الكلام ده كله في حلول اكيد. ما تجيش انت تلجأ للقتل. ربنا ما قالش كده. على الاقل هي لما حست ان حياتهم وقفت لحد هنا يعني لجأت لقضيه. في ناس بتتطلق وبيفضلوا في موده بعد الطلاق. بالظبط كده، بسبب اطفال. هو بيتجوز بس في ما بينهم اطفال، لازم يكونوا بيودوا بعض عشان الاطفال دي. بالظبط كده، مش ان احنا هيطلعوا مرضى نفسيين بعدين. طب انت متخيل بقى ان باباها قتل مامتها، فدول هيطلعوا ايه؟ ربنا والله يعني ربنا يتولاهم. يعني ربنا يتولاهم. طب احنا معانا مداخله تليفونيه دلوقتي الحاجه عطيات من الجيزه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ازاي حضراتكم؟ ازاي؟ لو سمحت انا حضرتك. اتفضلي. تعبانه مأذيه من زمان جدا، بقالي سنين طويله حد بيطلع لي في قلب الشقه بيحرقني وبيأذيني ومحطم حياتي وولادي برضه، وأذي ابني وأذي ابني الثاني، واقف حالنا ومشحططنا ومشتتنا. أبص ألاقيه مرة جام حضرتك، ومرة يتقلب شيطان ويجري ورايا، وأول ما أنزل في الشارع يتقلب واحد راجل يروح ماسك سبحة يسبح بها عليا. أمرض بقى
وجيلي الامراض كلها بتعب، وانا بقالي كام يوم حضرتك راقده وتعبانه وضغط عند الشيخ كتير، مش عارفه والله حضرتك اعمل ايه. انت الحاجات دي يا حاجه بتشوفيها او الاشخاص دي بتشوفيها كبني ادمين يعني؟ ايوه انا شفتها حضرتك، لدرجه ان اختي ومرات اخويا قالوا لي انت بتهيألك، راحوا شايفينها هم كمان وراحوا متاخرين. ده طول ما انت في البيت بس ولا عامه معاكي في بره البيت كمان؟ لا بره البيت وجوه البيت، بس جوه البيت يتقلب في ارض جدا ويحرقني ويبهدلني وواقف حالي، وانا قاعده والله انا مش قادره اقف دلوقتي، بقالي كام يوم والله بيخليني اجيب دم من بقي واعيا عيا كتير، وانزل تحت يروح مقلوب واحد راجل على طول، يتقلب واحد راجل. طب في حد بيشوف الحاجات دي غيرك؟ نعم. في حد بيشوف الحاجات دي غيرك؟ ايوه اختي شافت ومرات اخويا شافت وابني شاف، ابني الصغير شافه وقال لي يا ماما ده حد مسلطه علينا، حد مسلطه عليك انا شفته. واختي شافت وكلمها، راح مكلم اختي، راحت اختي كمان مصرخه وزعقه ولمت الناس، جوزها اتلم وكده. يعني الحد ده انت بتتكلمي معاه وبيرد عليكي وكأن بني ادم طبيعي يعني؟ ايوه اتكلم معاه يكلمني بطريقه كده يعني انا مش فاهماها، اقول له مثلا يعني انت عايز ايه ومين سلطك علينا تاذينا ونعمل، بيتكلم بطريقه كده زي طريقه يعني لغه كده انا ما اعرفهاش ما افهمهاش، واخش المطبخ يجري ورايا بص الاقيه يحط ايده على كتفي، اروح واقع في المطبخ اتخض والله، واطلع اجري بره والله العظيم، اخش الاوضه يخش ورايا، يخش هنا يخش ورايا، وبعدين مش انا بس اللي شفت، اختي كمان شافت لما قعدت تقول لي انت بتهرجي. شكرا ليكي يا استاذه عطيه على الاتصال، وممكن ترجعي للكنترول هديكي دكتور رقم دكتور محمد، هو هيفيدك اكتر مننا طبعا. نرجع لموضوعنا. انا بالنسبه لي كده شايفه ان انعدمت الانسانيه والرحمه والضمير، يعني انا مش عارفه بصراحه ممكن يتقال ايه تاني في واحد زي ده. ده هيتقال في ايه؟ انعدمت الانسانيه خلاص، عنده انعدمت خالص. يعني احنا لما طلعنا بنقول مفيش انسانيه في الوقت الحالي اللي احنا فيه وفي العصر اللي احنا فيه، هو احنا طلعنا ما بنقولش اي كلام، هو فعلا مفيش انسانيه ومفيش رحمه مفيش ضمير. وفي اجيال بتتعلم منه يا ندى. لا اكيد انت قدام مدرسه، انت كنت قدام مدرسه ومدرس ومدرس، انت مربي اجيال، انت مربي اجيال، فيعني فين تعليمك فين لا يعني حقيقي مش مستوعبه الموضوع خالص، واتمنى يعني ان الشرطه تاخد معاه اجراء قاسي جدا. احترام السن كمان. لا سن ايه بقى؟ يعني سن ايه؟ 63 سنة. سن ايه ان انت تجري ورا مراتك؟ 63 سنة وهي 33. يعني سن ايه اللي يخليك تجري ورا مراتك في الشارع؟ تقتلها. تقتلها؟ يعني فين بقى السن؟ يعني يبقى في فهم. هو واعي، يبقى في فهم انك ما توصلش لكده. فين التفاهم بينه وبينها؟ لا هو بينه وبينها يعني اكيد ما فيش فرق تفاهم. السن ده هو المفروض يكون محتويها. فين الاحتواء بتاعك؟ كانش هيوصل لده. هو طب تقريبا ظروف الحياه هي اللي وصلتنا لكده. ظروف الحياه لو في حب لو في احتواء هنتغاضى كل ده. لا والله متهيألك لو في تفاهم. لا متهيألك، ضغوطات الحياه بتبقى اصعب احيانا كتير من الحب. هو انا طبعا مش بدافع عنه، هو ما فيش اي مبرر اكيد، بس احنا بنتكلم في العموم. يعني هو ده ما حصلش غير بعد ما هو نزل مصر اكيد. وبعد ما يعني استغنوا عنه في وظيفته، فهو ده ما حصلش غير بعديها، فهنقول يعني سبب مادي. ده يعني تقريبا 90% سبب مادي. يعني تحقيقات النيابه حتى بتقول كده ان ده سبب مادي، وحصل بينهم كذا مشاجره وصلت لخناق، ويعني طولوا لسانهم على بعض وهكذا، الخناقات الطبيعيه يعني. حتى يا ندى لو سبب مادي، حتى لو سبب مادي ما الموضوع مش مقنع خالص انك تقتل بسببها. سبب لأي مادي سبب. لاي سبب اي كان ما ينفعش يعني اي ده لو اي شخص عادي، ما بالك بقى مراتك وام عيالك وعشره عمرك وحد كنت انت مستامنه على بيتك وعلى اولادك وانت مسافر وعلى نفسك قبل اي حاجه يعني. ف
مش عارفة هو كان تفكيره فين او في ايه او هو وصل لايه. حتى لو كان ده بسبب الفلوس، الفلوس هتخلص، العمر بيخلص، فاكيد الحياة ابسط من كده بكتير. يا جماعة مش قادرين نتعاون مع بعض، مش قادرين نعيش مع بعض، ننفصل. يعني اعتقد مفيش اسهل من كده ان انت تطلقها. انت مش خسران حاجة، بالعكس انت كده كسبت ايه؟ انت لا كسبت فلوس ولا كسبت حياة ولا كسبت حتى اخرة. انت خسرت نفسك وسمعتك واولادك وسمعة ولادك. يعني الاطفال دي معناها مش اطفال صح؟ 18 سنة و15. طيب يعني دول حد هيجي لما يحبوا يرتبطوا او حد او هيتجوزوا، هتبقى نظرة الشخص ليهم هتبقى عاملة ازاي؟ وحرامهم من امهم. بالظبط. خيال الناس، انت والدتك عملت ايه عشان باباك يقتلها؟ بالظبط كده. ده وكلام الناس ليهم هم في حياتهم الطبيعية، هيبقى هيعمل لهم ازمة كتير جدا، هيعمل لهم ازمة جدا. يعني اكيد الناس هتبقى بالنسبة لها في سبب قوي عشان الاب يقتل الام، ان هو يستناها وهي رايحة شغلها قدام يعني مدرستها الساعة 7 الصبح، ويجري وراها ويقتلها ويغطيها ويقف بسجارة على جثتها. مش همه حد. فانت يعني حتى الناس بدأت تدخل وتشوف في ايه وتشوف الجثة اللي على الارض، بدأ يتخانق مع الناس ويشتم الناس وهكذا، لحد ما الشرطة جت وخدت الكاميرات بتاعت السوبر ماركت اللي كان قدام المدرسة وشافت القصة كلها من البداية. ولا اكن في خوف اصلا. لا واقف تمام، لابس الكمامة وماسك السلاح بتاعه في ايده وماسك السيجارة وتمام. ايوه انا اللي قتلتها، مفيش خوف. يعني انا احب اقول لكل زوج وزوجة، عشروا بعض بالمعروف. مش عارفين تعشروا بعض، انفصلوا عشان خاطر سمعتكم وعشان خاطر اهاليكم وعيالكم. نختم موضوعنا ونرجع لك يا محمد ونشوف موضوع الابراج. النهارده انا بسالك هتتكلم عن برجي، قلت لي برج الجوزاء. برجي. فاحب بقى يعني انا طبعا درسيه، فاحب بقى انت تسمعنا. نتكلم في الصفات، الصفات العامه لبرج الجوزاء. تمام. الجوزاء شخصيه اجتماعيه جدا، بيعرف ازاي يكون صداقات وعلاقات، وهو شخص ذكي محبوب، لبق، اسلوبه في الحوار حلو، سريع البديهه، متردد جدا، يعني ما بيعرفش يظبط على قرار حقيقي. عنادي كده وساعات بيمشي في دماغه صح؟ ساعات كتير. كتير. هو عموما شخصية ذكية، بيحب يكون عنده معلومات كتير عن كل حاجة، بيحب يجرب يغامر، ما بي مش جبان، يعني مش حد خواف صح؟ صح. انت يعني قادرة صفاتي. يعني انت كأنك بتوصفني يا محمد. مش متنبئ له بأي حاجة في السنة الجديدة؟ في الربع الاول من السنه هتكون في شويه لخبطه، ده بالنسبه للحب. الحب. طب بالنسبه للحياه العمليه؟ لا الحياه العمليه ايجابيه جدا جدا. للاسف بقى محمد هنكمل بقيه برج الجوزاء برضو الحلقه الجايه، وبكده يبقى بوقت حلقتنا خلص. يا رب نكون في دماغكم، واستنونا الاسبوع الجاي في حلقه جديده وفضفضه جديده.